السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا من داخل الجزائر وخارج الجزائر. كما عودناكم دائما كل يوم جديد، ماشي كل أسبوع جديد، كل يوم جديد. آمي ليلي كل أسبوع جديد. وجبنا لكم واحد البيضة اليوم، جاتني واحد الدفعة اليوم من الدومي بوت كما راكم تشوفوا بالطالون كاع. أيوا ها شو كي داير بيضة أخويا الحاج فريش بالكوردون هذا. كنت السيمانة اللي فاتت كنت جبت لكم وحدينا ب جايين هكا سلسلة طالون، سلسلة بوت في قطع الطالون فيه سلسلة. بصح كاين اللي يبغيو ستيل ديفيرون، كاين اللي فام اللي يبغيو يلبسوا حاجة بالكوردون، بوت بالكوردون وكاع كلاسيك. المهم شاكا سونغو كل واحد باوي يكون تاع بيان سور. كيما تشوفوا ها هذيك النوار كي داير، لا فينيسيون كي داير، مخيط هنايا هذيك الكوردون كان لا كولا لا والو. 220 220 الف خوتي. الكوتشي يا خويا الكوتشي، حذاء الكوتشي ها شو الكوتشي هذا كي داير الكوردون. عاود هذا الدومي بوت تاع لي زيتيديون، راك شايف الناس اللي يقراو اداره، صح اداره حاجه خفيفه طلع هذا ما يديرونجيش في شي الله يرحمه. المهم نقلعوا لكم التمبرلون بهذا، هذا في على حساب التمبرلون. شوف كي داير خويا، قرب ليه هنايا. شوف كي داير، شو هذا خويا لافيس كوردون باسومال تاع كي دايره هنايا. عاود ما كان لا كولا لا والو، قالب مستف ها هاذي خويا مستف يا خويا. شو كي داير الكولا اللي فيها خويا، الله يبارك. 180 الف الخو المساعد. يا خويا هذا عاود هذا دم وهذا جلد كيما راك تشوف خويا معايا. الكوردون وكاع بيضاعة زينة يا خويا عند تركي حبيبنا. 180 الف عاود هذا 180 فرخي خلعو. كيما قلنا لكم خوتي لادريس نتاعنا راه فوق لي كل مقبرة، قدام لي كل مقبرة فوق صونا الغاز، جوج دروبة فوق صونا الغاز ودور على يدك لادروات. هادي هي خويا، وكاش حاجة غادي ندير لكم النيميرو تاع التليفون وخويا، ولكن خصك كاش حاجة يسقسي عيط. مرحبا بكم.